مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم احمد الخطيب استاذ دولي في الشطرنج من الاردن. سريعا بدي احكي لكم عن بطولة شطرنج قوية جدا على مستوى قارة افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، الا وهي مهرجان جو مكة الدولي للشطرنج بنسخته الثانية. راح تصير هاي البطولة من 15 من شهر فبراير لغاية 24 من نفس الشهر. شو بيميز هاي البطولة؟ بيميز هاي البطولة حضور العملاق الكبير بطل العالم لسنوات عديدة أناتولي كاربوف، وحضور أقوى لاعبة في تاريخ الشطرنج جوديت بولجر، وحضور الجهبيذ الخطيب. المهم هاي البطولة راح تصير بمنطقة سياحية جميلة جدا اسمها الجيربة في تونس، فلو حابين تتفضلوا على هاي البطولة ونشوفكم هناك راح تلاقي الرابط تاع البطولة بالوصف، فادخل عليه وسجل بهاي البطولة وبنتمنى نشوفكم هناك، واخواننا التونسيين يعني ان شاء الله بنشوفكم هناك كمان. سلام.